فن تشيكي. مرحبا يا أطفال، اليوم سنرسم مصاصة بطيخ لذيذة. أولا سنرسم مثلثا، هذا صحيح، ثم نرسم القاعدة وعصا المصاصة. انظر، هي يبدو بالفعل رائعا. الآن لنضيف بعض الألوان، بعض اللون الأحمر ثم بعض الأخضر أليس هذا ممتعاً؟ الآن لنضيف بعض اللون الأصفر لعصا المصاصة. وأخيراً بعض الأرجواني. ها هي مصاصة بطيخ، استمتعوا. مرحباً، كيف حالك اليوم؟ انظر إلى جمالنا، لنرسم صحراء يا أطفال. سنبدأ برسم جمل مع سنام كبير على ظهره، وبعدها سنرسم ساقيه واحدة تلو الأخرى هكذا. هل سبق أن ذهبت إلى صحراء؟ أوه، أنا ذهبت، جافة وحارة جداً هناك، لكن هذه الجمال مدهشة لأنهم يستطيعون العيش بدون ماء لعصور. لنرسم الأعين، الآذان، والحوافر، الغطاء، عدد من الخطوط هنا، شراشيب، 1، 2، 3، 4، 5 منها. الآن لنرسم الصحراء، يمكننا رسم صخور صغيرة هنا وهناك، بعض الأهرامات في الخلفية، ربما شجرة نخيل جميلة طويلة ومنحنية، بعض الخطوط الأفقية. أين تتواجد الجمال؟ ربما مصر، حيث تتواجد الأهرامات، أليس كذلك؟ في الواقع الأهرامات في كل مكان في العالم، لكننا متأكدون أنهم في مصر. 5 أوراق نخل متعرجة بخط يتجه لأسفل، متفاوتة قليلاً في حجم كل ورقة لإعطاء رونق لنخلتنا المنحنية. سنرسم الآن الشمس الحارة جداً مع الأشعة باستمرار. رائع، جاهز للتلوين. لنبدأ بالأصفر للرمال، نلون به الأرض وحول الأشكال البيضاوية التي رسمناها. هذا هو، أنت تقوم بعمل رائع، ابقه مرتفعاً. حول الخطوط السوداء جنباً إلى جنب. هل تعرف أين توجد الصحراء حول العالم؟ هل تستطيع التفكير؟ أعلم أنها في إفريقيا، وبعضها في أمريكا. ماذا عن أستراليا؟ لديهم الكثير من الصحراء، وفي الواقع معظم أستراليا هي أرض صحراوية، لكن الغالبية العظمى من الناس تعيش على الأطراف. هذا صحيح، إنهم يعيشون بجانب البحر، وهي صحراء كبيرة جداً. ماذا عن باكستان والهند؟ مؤكد هناك صحاري. تبقى 3 أشكال بيضاوية. ها أنت ذا، هذا أكبر جزء لتلوينه، والباقي سهل، سهل جداً، يكاد ينتهي. هذا هو، استمر، وانتهينا. باهر، سنستخدم لون رمال داكن لصخورنا. جميل، وها أنت ذا، لنلون الأهرامات بالرملي الداكن الذي يكاد يكون بني. أترى كيف نستخدم ظلالاً مختلفة لنفس اللون؟
تأثيرها جميل حقاً. الأخضر الفاتح لقاعدة وأوراق النخيل، لون بحذر بين تلك الحواف الخشنة. كم عدد الأوراق التي علينا تلوينها؟ لنحسبهم: 1، 2، 3، 4، 5. هذا صحيح، أحسنت، 5 أوراق. الآن بني غامق لجذع النخلة، ألوان لطيفة وضيقة. ابقى بين السطور، رائع. والأصفر للشمس، شمس صفراء حارة ولامعة. الآن استمر لنلون الجمل بلون الخوخ، إنه يشبه الوردي اللامع، أليس كذلك؟ يا له من لون رائع. ارسم بحذر حول الشراشيب والساقين. هذا هو، أنت تبلي بلاء حسناً، أحسنت. أوشكنا على الانتهاء، الآن لننهي الساق والرقبة. هل ركبت جمل من قبل؟ هو أنا فعلت، كان رائعاً، إنهم رائعون حقاً. لون بحذر حول فتحة الأنف والعين، سنام الجمل بالأرجواني، والبني لطرف ذيله وأذنيه، لا تنسى الأنف. سنلون الشراشيب بالأصفر ونخلطه مع الوردي. الوردي للشريط الثاني، والأخضر بعد ذلك، أخضر للشريط الثالث، والشراشيب الأخرى. الآن أحمر للشريط النهائي. ياي، انتهينا. جمل رائع مع سرج قوس قزح لامع في الصحراء، انظر إلى ذلك. أهلا يا أطفال، لنرسم المصاصات اللذيذة. ارسم مستطيلا ذا خطوط متعرجة وعصى الآيس كريم، اربط كل المنحنيات تماما مثل هذا. الآن مصاصة بطيخ، مثلث، ثم العصا، أضف البذور أيضا. إنه سهل، أليس كذلك؟ التالي، ارسم المصاصة اللذيذة والعصا لنضف بعض الخطوط، وانتهينا. حان وقت التلوين، أخضر، بعض الوردي، لنستخدم الذهبي أيضا. لون العصا كذلك، رائع. إلى التالي، الأخضر والأحمر لمثلجات البطيخ اللذيذة. لنلون البذور، لا تنسى العصا. للأخير، لنستخدم بعض الأرجواني الجميل والسماوي أيضا، ذهبي، وردي، وأخيرا الأخضر. لا تنسى العصا مجدداً. ألم يكن من الممتع رسم المصاصات اللامعة اللذيذة؟ مرحباً يا أصدقاء، اليوم سنتعلم كيفية رسم كوب كيك لذيذ، بدءاً من الكرز في الأعلى، طبقة آيس كريم في الأعلى، والمزيد في الأسفل، وبضعة خطوط متموجة، كل طبقة مختلفة قليلاً. ثم نرسم الكعكة في الأسفل، باهر. لنرسم وجهاً،
عينان لامعتان. وحاجبان صغيران. وابتسامة. حسناً، سنقوم بتحديد الخطوط لتبدو سميكة وجميلة. ووقت التلوين. أي لون سنستخدمه أولاً؟ لنلون الكرز أولاً باللون الأحمر. أنا أحب الكرز، إنه المفضل لدي. هل تحب الكرز الطازج أم الحلوة؟ أنا أحب الكرز الطازج. رائع! الآن لنستخدم الأصفر لطبقتنا العليا من الآيس كريم. أعتقد أننا سنلون الكاب كيك كقوس قزح. لنستخدم الأزرق. قد تكون هذه توت أزرق. تخيل لو كانت طبقات الآيس كريم بنكهات مختلفة، ألن يكون ذلك محيراً؟ لنستخدم الأخضر. سيكون بنكهة النعناع. يمكنك استخدام فرشاة طلاء منفصلة لكل هذه الألوان، أو تغسل الفرشاة في الماء للتخلص من اللون السابق. والأرجواني المفضل لدي. يمكن أن يكون بنكهة البرقوق، أو ربما بالتوت البري. ماذا تعتقد؟ الآن آخر طبقة من الآيس كريم ستكون باللون الأصفر مرة أخرى. بلى، أصفر في الأسفل والأصفر في الأعلى. رائع، إنها مثل كاب كيك قوس قزح. فانيليا على ما أعتقد، أو ربما ليمون. حان الوقت لتلوين الكعكة البرتقالي. لون حول هذه العيون، تلك العيون الكبيرة اللطيفة. يمكننا الخلط بين الأصفر والبرتقالي لتبدو بلون الخوف. استمر، أنت تقوم بعمل رائع. أوشكت على الانتهاء. تبقى القليل وانتهينا. ها هي كاب كيك قوس قزح لذيذة. أحسنت. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.